65 حالة لداء اللاشمانيا الجلدية سجلتها المصالح الصحية بولاية لمدية، 38 حالة منها أحصيت في قرية ولاد مسعود ببلدية ولاد معرف وحدها، وضع حرك الجهات الطبية ودفع بها إلى وضع برنامج تلقيح خاص. خلال سنة 2017 67 حالة لداء اللاشمانيا الجلدية لما يعرف بكلود بسكرا. هذه الحالات كما قلت تم تسجيلها منذ بداية السنة إلى نهاية السنة، هي حالات متفرقة في المكان والزمان، منها 38 حالة يتم تسجيلها على مستوى بلدية ولاد معرف. هذه البلدية لأول مرة تشهد تسجيل مثل هذه الحالات. في السابق كانت الولاية 13 بلدية معنية بهذه الحالات تاع داء الليشمانيا. السنة هذه كانت 3 بلديات. الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الصحة بالولاية، مصالح الوقاية، أنه على الفور لما تسجل أي حالة يتم علاج هذه الحالات ويتكفل بها. أي مريض يتقدم إلينا نقوم له بالعلاج، الدواء موجود يوميا، نخرج إلى المنازل هذو للتلقيح خاصة العائلات، عائلات كثيرة نقوم بتلقيحهم كما يقولوا لوكال. البرك المائية المنتشرة بالقرية بسبب تسربات فائض خزان الماء حولت المكان إلى مرتع لبعوضة الفيليبتوم الناقلة للوباء. بكري موالة كل سنة ما تسعش حتى حاجة، وإنما من اللي وقع في الشاطو عاد فايض الماء عاد مسح فوق الأرض وقع الناموس هذا، عاد لمدة 4 أشهر مرضنا من الوذراري. أما اللي صوانينهم عند الدولة جاونا هنا فرامنا عادوا يوم يجونا يفضونا الذراري. جم الشاطو دوك يطلقوا الماء هذا وعاد فوق الأرض عاد الناموسة كاينة. عندها قاع 4 أشهر هذا الناموسة هذه، وكان يردموه ويديروه تحت الأرض يعقبوه للواد. عوامل التلوث ساعدت وكونت بيئة خصبة لتكاثر بعوض الليشمانيا وتحولت من عدم إلى بؤر للعدوى، كل هذا سببه جهات لم تقم بواجبها التنظيف في المحيط، تاركين بذلك المواطن فأر تجارب للقاحات الوباء القاتل.